ده يا جماعة جهاز اسمه فلوك انرجي لوجر 1732. الجهاز ده بيبقى متوصل عليه 3 سي تي، ويبقى جاي معاه 3 بتقيس الفولتج ومعاك واحدة ميتر. فبيعمل كذا فانكشن. أول حاجة أنت ممكن تعمل تستخدم الميتر أو الواحدة دي. أنت ممكن تعمل تشينج الكونفجريشن. لو دخلت على الكونفجريشن أنت عندك كذا كونفجريشن بقى، سواء سنجل فيز أو ثري فيز، دلتا أو ستار، على حسب أنت عايز تقيس إيه بالظبط. أنت بتعمل كونفجريشن زي ما هي عندك. فأنا هنا مختار بيقيس 3 كرنت وبيقيس 3 فولتج ومتوصلين. هو مواريك ازاي ممكن توصلهم على البنز هنا ورا. ممكن تغير الكرنت ريشيو او الفولتج ريشيو، وممكن تغير النومينال فريكونسي لو انت عايز. وبرده في هنا كونفجريشن دايجرام، لو فتحتها هيديك شكل الكونفجريشن الموجود. حاليا هو مديني كده ان الفولتج في الفازات A و B و C 227 226 224، والكرنت في الثلاث فازات زي ما هو مكتوب يعني، والفريكونسي قد كده. ممكن تعمل لايف ترند، هو هنا عامل لايف ترند للفريكونسي. ممكن تعمل تضغط على شو مني وتختار مثلا لايف ترند للفولتج، فهو بيديك الفولت بيطلع وينزل قد ايه في الثلاث فازات. او تعمله في الكرنت برضو، يعني في هنا سبايك رفعت في الفولت في الكرنت، فكده غالبا الموتور اشتغل او حاجه زي كده. في الفازه اللي هي الصفرة اللي هي بي اللي هي 10 امبير دلوقتي، ودول الاثنين التانيين، يبقى كده الفولتج والكرنت والفريكونسي. ممكن تجيبها كلايف ترند او كتيبل، شكلين متاح يعني. ممكن تجيب التوتال هارمونيك ديستورشن برضو، يعني ده كده التوتال هارمونيك ديستورشن في الفولتج، دي القيم بتاعته. ممكن تجيبه في الكرنت، وممكن ترجع تاني زي ما انت عايز. في حاجة اسمها فيروفاي كونكشن هنا. فيروفاي كونكشن دي انت السيتيهات انت ممكن تبقى موصلها بالمعكوس. الأول وانت بتوصل السيتيهات، السيتي هنا ليها اتجاه، لازم يبقى اتجاه الكرنت داخل من تحت لفوق. يعني ترى عشان الكرنت عندي جاي من تحت لفوق، فلازم يبقى السهم في نفس الاتجاه. لو وصلتها بالمعكوس ودخلت على فيروفاي كونكشن دي، هلاقي هنا هو عامل لي اكس وكاتب لي ديتكتد فيز مابين، يعني في الفازات مش مظبوطه يعني. فانا الصح، وغير كده كمان هتلاقي ان الفازتين الاولانيين الكرنت السهم لفوق، وهنا الكرنت السهم تحت. طبعا عشان يقيس الانرجي مش هيبقى مظبوط، هو كده كانه بيقيس ان الكرنت طالع من اللوحه مش داخل لها. فده لازم يتصلح عشان اتاكد ان انا بقيس صح. دلوقتي كده لما دخلت على فيريفاي كونكشن هي كده مظبوطه ما فيهاش مشاكل. ايه تاني عملنا من هنا؟ تشينج كونفجريشن. ممكن تعملها انرجي ستادي او لود ستادي. لود ستادي بيبقى يعني بيبقى السامبلنج بتاع الوقت اقل، فانت ممكن تحسب الكرنت بقى او الفولتج بيتحرك ازاي بالظبط معاك مع اللود. متهيألي هنا كده مفيش حاجة تانية. ممكن تجيب لاين تو لاين أو لاين تو نيوترال من فيس تو فيس دي أو فيس تو نيوترال. تاني حاجة ممكن أقيس الباور. كده أنا بقيس الباور على الثلاث فازات، كل فازة قد إيه، والتوتال والكيلو فولت أمبير والباور فاكتور. ممكن أجيبهم برضه كلايف ترند، وبرضه بختار من هنا عايز كيلو وات، كيلو فولت أمبير، كيلو فار، باور فاكتور. كل حاجة ممكن أعمل لها ديتكشن يعني. دي كده الباور، وممكن تبقى فاندمنتال او ار ام اس. في حاجه بقى وهي اهم حاجه اصلا في الجهاز ده، او اهم ميزه فيه، اللي هو انرجي لوجر. لو ضغطت على لوجر دي هو بوصله على الحمل بتاعي او الحاجه اللي انا عايز اقيسها، وبعمل ستارت لوجنج، وهو بيفضل يلوج الداتا ويسيبها جواه. ولو بقت يعني عايز
اشوف الباور بتتحرك ازاي، اشوف الماكسيمم، اشوف المينيمم في الفولتج او في الكرنت او في الباور، عايز اشوف اي حاجه بعرف اشوفها. بعمل ازاي؟ بضغط على لوجر وبدخل على ايديت سيت اب، بسمي الستيشن بتاعتي زي ما انا عايز، انا اسميها مثلا اي حاجه، في ستيشن بنفس الاسم ده، الديوريشن عايزها تبقى نو انت، الميموري بتاعه مش هتستحمل اكتر من 3 ايام و11 ساعه، او ممكن اخليها يومين او 10 دقائق او 30 دقيقه على حسب انا عايز وقت قد ايه. وممكن كمان اخليه يبدا في وقت معين ويقفل في وقت معين، ده طبعا لو انا ظابط له الساعه بتاعته، يعني الساعه ما تقفل ان شاء الله. بيحسب افريج كل قد ايه، ده بقى هيغير معايا، يعني ممكن يحسب افريج للباور كل ثانيه او كل 5 ثواني او كل 10 ثواني. كل ما انا بكبر الوقت ده كل ما الميموري تشيل معايا اكتر، يعني انا لو عملته كل 5 دقائق هو ممكن يشيل اكتر من سنتين، ممكن يفضل اكتر من سنتين يعمل لوجنج للداتا وما يبقاش فيه مشاكل. بس انا كل ما يبقى الوقت معايا السامبلنج اقل كل ما انا الاكيرسي هتعلى. يعني الديماند بيحسب لك الديماند كل قد ايه، كل 5 دقائق كمان. ممكن تحط له سعر الانرجي لو انت عايز عشان يحسب لك في الاخر الكوست او كده. وبعد كده انت عملت كده الداتا هتعمل ستارت لوجنج، هو كده خلاص بقى. طالما بدا كده هتلاقيه كده يبدا يلوج الداتا، بدا دلوقتي هيخلص يوم 4، يعني بدا يوم 1/11 الساعه 11 الصبح، هيخلص يوم 4/11 الساعه 11 وثلث تمام بالليل، وهو كده هيبدا يلوج الداتا. ممكن بقى تتفرج على جرافس للفولتج والكرنت او للباور، كمان ساعات ما بدات اللوجنج وهو بيعمل ابديت للتوتال انرجي اللي انا استهلكتها من ساعه ما بدات اللوجنج. ممكن ادخل هنا على الفولتج مثلا، هيجيب لي الماكسيمم والمينيمم والافريج فولتج اللي حصل طول ما انا بقيت، وده شكل الجراف. هو بيعمل سامبلنج، بيعمل السامبلنج تايم بتاعه كل ثانيه زي ما انا كنت مختار. لما بعمل ريفرش بيعمل ابديت للجراف، فانا ممكن اعرف الماكسيمم والمينيمم اللي حصل او الافريج. في الكرنت ممكن اعرف الماكسيمم والافريج، في الفريكونسي توتال هارمونيك ديستورشن فولتج، وفي الفولتج في الامبير. كمان ممكن لو دخلت على باور هنا بعرف الافريج باور اللي حصلت على كل فازه قد ايه، او التوتال كيلو فولت امبير، كيلو وات باور فاكتور، على حسب انا محتاج ايه. ده كده شكل الجراف. لو دخلت في الانرجي هنا هيجيب لي التوتال كيلو وات اور اللي انا استهلكتها من ساعه ما عملت لوجن، ويقسمهم لي على الثلاث فازات. كمان ممكن لو دخلت هنا على الديماند، لا على حسب انا كنت مدخل المخ بيجيب لي هنا الماكسيمم ديماند، وعلى حسب انا الفاكتورز اللي انا كنت مدخلها للفلوس، هو يعني على حسب كنت مدخل كيلو وات اور بقد ايه، هو بيحسبها وبيقول لي انت محتاج فلوس قد ايه. بس دي يعني مش هتفرق قوي معايا. بس اعتقد دي اهم حاجه، ان انا لو عايز اعمل تريسنج على حسب انا محتاج ايه برضو. بس انا لو عايز اعمل تريسنج للفولتج او للكرنت عشان، او ممكن اركبه على ماشين معينه مثلا لو انا محتاج اشوف البرفورمانس بتاعها، سواء هعمل لها لوجنج كده او بقى هعمل ميتر واجيب لايف ترند للكرنت او للفولتج مثلا او الحاجه اللي انا عايزها. بعد ما بتخلص خالص بتيجي جاي ضاغط على ستوب لوجن، انت هتسيبه بقى هو كده قاعد يحسب الباور والانرجي والفولتج والكرنت. بعد ما تخلص تعمل ستوب لوجن، هيقول لك انت عايز تكونفيرم ان هو يسيف يستوب اللوجن، فتقول له اه كونفيرم. خلاص كده تمام، كده اللوجن انتهى، وهو هيبقى راسم لك كيرف زي ده، بس طبعا هيبقى على وقت اطول.
ممكن بقى تدخل في الميموري هنا، ودخلت على اللوجن سيشن، هتلاقي السيشنز اللي انت عاملها. يعني دي كانت لمده 49 ثانيه دلوقتي، قبلها في حاجه لمده يومين، في حاجه لمده يوم. بتيجي جايب الفلاشه بتاعته، اليو اس بي بتاعته هي جايه معايا برضو، وبتحطها فيه، وبتعمل اي واحده فيهم سيف تو يو اس بي، او ممكن تعملها كلها. اول ما بتوصلها بتلاقي كوبي اول داتا تو يو اس بي، او كوبي لوجن سيشن تو يو اس بي، بتختار اي واحده فيهم وبتسيف الحاجه على اليو اس بي، وبتدخل على السوفت وير بتاعها، بتظهر معاك بقى كل البارامترز او كل حاجه انت محتاج تشوفها الجهاز عملها. بس كده، شكرا.